نساء بيحتلوا جزء كبير من الحواديت والحكايات الأسطورية، سواء حكايات مرعبة أو بطولية. ده هنلاقيه في كل الحضارات. في الحضارة المصرية القديمة مثلا هتلاقي شخصيات حقيقية زي حتشبسوت ونفرتيتي. ولو اتكلمنا عن التراث الشعبي والسينما، أمنا الغولة ورايا وسكينة، كل الستات دول ولا حاجة لو قارناهم ببطلات الأساطير في الديانات والحضارات الغربية القديمة. هنحكي لك عن ستات بيسخطوا البني أدمين وبيأكلوهم وبيشربوا دمهم، بس أكتر حاجة مرعبة عنهم إنك مش هتعرف تنطق أسميهم. الباخيات، اسمهم جاي من باخوس إله الخمر، وتسموا الباخيات علشان كانوا معبودات باخوس. الأسطورة بتقول إنهن نساء بريات قادرات على تمزيق الرجال والحيوانات المفترسة، وجمدين فشخ وبيأكلوا اللحمة نية، فما تتخدعش بجمالهم وخد بنت خالتك هي أولى بيك وأمك مربياها. السيرانيات، حوريات البحر، ودول كمان ممكن يكونوا مروا عليك في أفلام ديزني أو أفلام هوليود عموماً. جمالهم ساحر وفتان أكتر من الفنانة ماجدة الصباحي، لكن أول ما تتفتن بهن هتتشد لقاع البحر وتكون وجبة غدا كومبو وتخسر دنيا وآخرة. لو عاوز تاخد فكرة عنهم اتفرج على الجزء الرابع من بيريت أوف ذا كاريبيان. ميدوسا، الست دي ممكن تكون شفتها في أفلام هوليود أو أفلام الكرتون. هي اللي رأسها مليان تعابين، وأول ما تبص في عينيها بتحولك حجر. اللي ما تعرفوش بقى إن اللي سخطها كده واحدة ست زيها. الموضوع إن إله البحر الإغريقي بوسايدون خان مراته مع ميدوسا. مراته ما انتقمتش منه، هو قررت تسخط له حبيبته للكائن ده. الأساطير بتقول إن ميدوسا موطنها الأصلي ليبيا. أكيد لو ميدوسا فكرت ترجع تستقر في بيت جدها كان زمانها مسخرة قواها لخدمة أحد أطراف النزاع الليبي. ليركشاسيات، الأساطير الهندوسية والبوذية بتقول إن براهما مؤسس الهندوسية كان نايم ومزكم شوية، أم خرج من زفيره الستات دول، وبدل ما يحفظوا الجميل ليراهم أكلوه. وصفهم في الأسطورة ستات بمخالب وعيون وشعر أحمر، بيأكلوا لحم البشر وبيشربوا دمهم وملهمش كبير. ليليث، الأساطير اليهودية بتقول إن آدم له زوجة قبل حواء، اتخلقت من ترابه مش من ضلعه. أيوة هي ليليث دي. حسب الأسطورة كمان ليليث رفضت تنمع آدم وفضلت عليه الملاك صموئيل، وخدت جزائها واتسقطت بومة. لوهي، أسطورة فنلندية عن مصاص الدماء عجوزة بتسرح بناتها يفتنوا الرجالة زي الفنانة بشرة في فيلم ويجا كده، وكل يوم تتغدى على دم راجل منهم. يوكي أونا، أسطورة يابانية، ومن غير ما نقولك يعني باين إن اسمها مدي على جنوب شرق آسيا. يوكي ربنا اداها أوبشن عالي، عايشة في التلج وما عندهاش رجليه، فهتتحرك براحتها من غير ما تسيب أثار أقدام وتصطاد الناس اللي بتوهوا في العواصف الثلجية. أتاري بقى الموضوع راجع لعقدة قديمة علشان يوكي نفسها ماتت في عاصفة ثلجية. أميت جاية من الأسطورة الفرعونية، ودي كانت متقسمة أربع تربع، ربع إنسان وربع أسد وربع فرس نهر وربع تمساح. بتعيش في العالم السفلي، بتاكل قلوب وأرواح البشر غير طاهرة بعد ما يموتوا كده. داروجين وودو، بنت اسكتلندية جميلة، أجبرها أبوها وأخوها على الجواز فقررت تنتحر، وبعد ما ماتت صحيت من قبرها على صورة مصاص الدماء تنتقم من أبوها وأخوها. ميكتيكاسيو وهتال، انت لسه هتتهجى؟ على ما توصل لنطق الاسم هتكون هي فتحت فكها على الآخر وابتلعت نجوم الليل. الكلام ده هتلاقيه عند شعب الأزتيك.
اللي هم السكان الأصليين للمكسيك، عندهم أسطورة عن سيدة الموت اللي بتحمي عظام الأموات بجسم مهربد وفك مفتوح على آخره واسمها زي اللي فوق ده.